خلينا نرجع لحلقتنا واخبارنا، بس في البدايه بحب ابارك لفريق كره القدم منتخب مصر الاولمبي اللي شرفنا النهارده بالفوز الحقيقه على استراليا 2-0 في مباراه يعني كنا احنا الافضل على فترات كبيره جدا فيها، وتاهلنا لدور الثمانيه، وفي انجاز كبير جدا جدا. وبنقول لهم طبعا الف مليون مبروك، شرفونا وشرفوا مصر. ولما مصر اسم مصر بيترفع عليا ده بيبقى اقصى يعني اقصى امانينا واقصى فرحتنا طبعا، لان مصر هي الاسم الكبير اللي كلنا نازلين تحت منه، وكلنا بنتمنى لمصر دائما التوفيق. وده طبعا الجول الاول اللي حطه منتخب مصر في مباراته النهارده. طيب انا عايز اتوقف شويه عند المكسب النهارده، وعايز احل الامور تخص كمان جماهير الرياضه في مصر، واللي يعني ينكرها طبعا. ده صدت الشناوي النهارده اللي بصوا يا جماعه انا عايز اوريكم حاجه، وهو بيصدها كان في لاعب من استراليا بيسخن ورا الجون ورفع ايده ان الجون داخل، بس الشناوي الحقيقه يعني كان لها بالمرصاد. عايز اقول حاجه انه وخدوها مني يعني، والكلام ده يعني واضح للكل، لما النادي الاهلي بيقف على رجله في كره القدم منتخبات مصر بتقف على رجليها في كرة القدم. هتقول لي يا هيثم الكلام ده ازاي؟ الكلام ده حصل في العصر الحديث مرتين. مرة مع جيل يعني طبعا أبو تريكة وكابتن إسلام الشاطر ووائل جمعة مع حفظ الألقاب طبعا وبركات والجيل الكبير العظيم ده، لما نجح مع النادي الأهلي في حصد بطولتين أفريقيا في 2005 2006 و2007 و2008 2008 و2007 لا 2007 وصلنا فاينل وخسرنا، ويعني مش عايزين نتكلم في الخساره كانت ازاي. و2008 2009 وكسبنا ذهب برضو، خدنا بطوله افريقيا. الجيل ده لما راح مع المنتخب خدنا ثلاث بطولات افريقيا ورا بعض، وكنا قاب قوسين او ادنى للتاهل لكاس العالم. والنادي الاهلي لما وقف على رجله في الفتره دي المنتخب وقف على رجله. نفس الكلام بيعيد نفسه دلوقتي بعد ازمه كورونا الرهيبه طبعا اللي ضربت العالم كله. النادي الاهلي وقف على رجله، خد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، خد الثلاثيه كمان، بس انا هتكلم على المستوى الدولي. المستوى الدولي بطوله افريقيا طلعنا ثالث عالم سوبر افريقي، السنه دي بنعيد نفس الانجاز، اكيد ما جاش من فراغ، جه عشان الجيل ده كويس، عشان النادي الاهلي بيضم مجموعه جيده جدا من اللاعبين. وعمل جيل محترم جدا واغلبهم صغار السن، وهقول لكم دليلي ايه. لما نيجي نبص نلاقي المنتخب الاولمبي بيضم خمس لاعبين من النادي الاهلي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، صلاح محسن، والعملاق الشناوي، واثنين معارين احمد ياسر ريان وعمار حمدي، وطبعا الطموح الكبير من عندنا برضو. يعني احنا بنتكلم من سبع لاعبين او ثمان لاعبين النادي الاهلي خرجهم لمنتخب الاولمبي، واللي بيشاركوا اساسيين واللي كان لهم دور كبير جدا في الانجاز اللي انتم شايفينه ده. اذا النادي الاهلي طب هتقول لي يا كابتن طب ما هو المنتخب، الحقيقه لسه ما عندوش اشتراكات دلوقتي، المنتخب الكبير، انما المنتخب اللي دلوقتي عنده اشتراكات ولعب افريقيا هنا وكسبها وطلع اولمبيات هو المنتخب الاولمبي، عشان كده البصمه باينه انه منتظم في منافساته، سواء بطوله افريقيا اعداده، حتى الاعداد ما كانش منتظم قوي عشان كورونا، ولكن راح اولمبيات. فالجيل ده كويس، نادي الاهلي يا جماعه بيقدم وبيضحي تضحيات كبيره جدا عشان خاطر منتخب مصر. عندنا اربع لاعبين بيسافروا ويشاركوا من اعمده الفريق في الوقت اللي احنا في امس الحاجه ليهم في ماتشات الدوري العام، كل اللعيبه مجهده والاربع لاعبين دول اساسيين، والنادي الاهلي اصر وما منعش ابدا وفي اثنين من المنتخب اصلا، في اثنين مع المنتخب، بيكهام وناصر ماهر كانوا مع المنتخب اصلا، والنادي الاهلي ما منعش ان هم يشاركوا. يجي النادي الاهلي النهارده يطلب اربع لعيبه من قوام الفريق، منهم الحارس المرمى الاساسي واحسن حارس مرمى في افريقيا، ويروح والنادي الاهلي يقول ماشي. هي بالرغم يا جماعه ان الاولمبيات مش على الاجنده الدوليه، يعني لو لاعب اعتذر او نادي تمسك بلاعب لا حرج له، زي ما حصل مع نجمنا محمد صلاح. يعني مش يعني هنقول محمد صلاح، خلينا في محمد صلاح ليه؟ لان محمد صلاح ليفربول تمسك بيه، فاذا لا لوم عليه، لان الدوره الاولمبيه مش انما النادي الاهلي بالرغم من كده يعلم جيدا اداره النادي الاهلي ومسؤوليه والقائمين على الفريق حتى المدربين عارفين يعني ايه اسم مصر بالنسبه للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لما يضحي باربع لاعبين ويعاني، النادي الاهلي يعاني من الاجهاد ويعاني من مجموعه من اللاعبين المجهده بشكل كبير وعدم توفر البديل، يبعت الاربعه دول يقول لهم لا شاركوا مع منتخب مصر. والنهارده الكوره دي الحقيقه انا هاجي بس لدور الشناوي دلوقتي، ولكن لما تلاقي الاربعه والاثنين معاك والمعارين وكمان تلاقي
الطموح الكبير من عندنا. يعني القصة كلها جاية ان النادي الاهلي ليه دور كبير جدا 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 وتضحيات بيقدمها النادي الاهلي عشان منتخبات مصر، وان شاء الله ربنا هيكافئ النادي الاهلي عشان اللي بيعمله وعشان النادي الاهلي وتضحياته عشان اسم مصر باذن الله. ان كلنا ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرم النادي الاهلي.